مرحبا، أنا منار. في هذا الفيديو ما وراء الشاشة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحب نتعرف على ويكيميديات يلي قابلتهم في مؤتمر ويكي عربية دبي، ويكيميديات يلي راح يشاركونا بداياتهم، تجربتهم ومشوارهم مع مشاريع ويكيميديا المختلفة. مرحبا جميعا، أنا نسيمة شهبون من المغرب وأنا معمارية ورئيسة مجموعة ويكي التراث العالمي. أنا بدأت رحلتي في التطوع منذ 2012 عن طريق ترميم المواقع الأثرية في المغرب، ولذلك ولجت إلى ويكيميديا في 2018 حتى أتمكن من مشاركة معلومات وصور حرة حول مواقع التراث في المغرب وكذلك على مستوى شمال إفريقيا. الانتقال من العمل على الصعيد المحلي إلى العمل على الصعيد العالمي كانت له نتائج بصراحة مبهرة على صعيد شخصيتي. أنا من المغرب، وعندما أرى أن نتائج عملي تصل إلى دول أخرى مثل أفغانستان، مثل اليمن، مثل تنزانيا مثلاً، أشعر بصراحة بفخر كبير وبامتنان لوجودي داخل ويكيميديا. ويكيميديا كمشاريع وكشبكة وكمؤسسة هي وسيلتنا لنشر المعرفة حول المواضيع التي تهمنا، فحاولوا إيجاد المواضيع التي تهمكم، حاولوا إيجاد شغفكم، وحاولوا التعلم من الويكيميديين الآخرين. لكن عبر المؤسسة يمكننا أن نقوم بجميع الشراكات التي نود القيام بها. يمكن للمؤسسة أن تعطينا visibility أكثر، ويمكنها أن تقدم كذلك الدعم المادي والدعم التقني عندما نحتاج إلى بناء قدراتنا في مجال معين. أظن أن أنبل شيء هو أن تنشر المعرفة الحرة مع العالم أجمع حول مختلف المواضيع. مربت سلمان، أنا من مجموعة بلاد الشام. يعني بديت كمحررة بدون صلاحيات في 2012، كنت مجرد قارئة للمقالات الموسوعة لا على التعيين، يعني جرعة ثقافة يومية، وبديت في تعديل الأخطاء اللي كنت أشوفها لما كنت أقرأ المقالات. سنة واحدة صرت إدارية في الموسوعة، ولغاية الآن بشتغل في التحرير. عندي 140,000 تعديل في ويكيبيديا العربية وأكثر من 1400 مقالة تقريبا. وإثراء المحتوى من خلال منصة ويكيبيديا تحديدا علمني كثير شغلات، علمني الصبر، علمني أحط بصمة، آخر إنه تفاعل مع المجتمع العربي سواء كانوا في منطقتي أو في مناطق أخرى أو حتى في على النطاق العالمي، كون عندي علاقات كتير مهمة وكتير كبيرة. بس فكرة إنك تتطوعي بجهدك وبوقتك علشان تجيبي محتوى يستفيدوا منه كل الناس، دور المؤسسة فاعل، خاصة في السنوات الأخيرة بلشت تتغير توجهاتها في ظل وجود استراتيجية للحركة اللي بدها توجه عمل المؤسسة على النطاق العشر السنوات القادمة. بلشت المؤسسة تحاول تركز على المناطق، على المجتمعات الأقل تمثيلا، على المجتمعات اللي ما إلها صوت لسه، ما بنسميها اللي هي low voiced communities. هذا الإشي بيأثر بشكل دايركت أو مباشر على مجتمعي أنا تحديدا، لأنه لازلنا مجتمع ناشئ ومجتمع نامي بحاجة لتوجيه وبحاجة لقيادة. فقيادة المؤسسة أو دورها توجيه أكثر من أنه يكون ملزم أو أنها تلزمنا بأسلوب عمل معين أو توجهات معينة. اسمي لما سلمان، أنا من العراق، انضميت إلى ويكيبيديا منذ تقريبا سنة ونص. أنا الآن محررة في ويكيبيديا، فابني نصحني بويكيبيديا وبالفعل أنشأت حساب، ثم بدأت التعلم شيئا فشيئا وأصبحت ويكيبيديا جزء من حياتي اليومية. نظمنا الكثير من الورشات لتدريب متطوعين جدد. مؤسسة ويكيميديا والعمل على مشاريع كثيرة ساعدني في تعلم مهارات القرن 21 التي لم يسبق لي أن أتعلمها. صارت عندي فرصة أتعرف على الكثير من الأصدقاء الجدد في مختلف بقاع العالم من خلال عمل الورشات مع بعض. أنا مهتمة بالتحرير وأيضا في ويكي مصدر وويكي كومونز، تسجيل صوتي، تسجيلات صوتية، فكل واحد وجد شغفه في هذه المشاريع. وواجب علينا نحن كمتطوعين أن نوصلها إلى كل إنسان محتاج إلى المعلومة. المعلومة الآن هي أثمن شيء ممكن أن يقدم الإنسان للبشرية،
فأنت تقدمين هذه المعلومة بدون أي مقابل، وهذا ما يفيد البشرية بشكل جدا كبير.